السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نشتري حاجة من على جوميا من الألف للياء، من أول ما نعمل أكاونت لحد ما نشتري الحاجة والحاجة توصل لنا. يلا بينا نبدأ. أنا دلوقتي فتحت الويب سايت بتاع جوميا، هنكتب اهو jumia.com.eg. الويب سايت بتاع جوميا فتح لنا بالشكل دوت. هنا طبعا لو في فلاش سيل، وهنا احدث العروض. احنا دلوقتي في فتره بتاعه العروض بتاعه شهر نوفمبر او البلاك فرايداي، ففي عروض كتيره قوي حلوه. فاول حاجه هنعمل اكونت على جوميا، هندوس هنا. لو احنا عندنا اوريدي اكونت هندوس لوج ان، لو ما عندناش هندوس كرييت ان اكونت. طيب دلوقتي هنكتب هنا الفيرست نيم واللاست نيم والايميل والباسورد ورقم التليفون، وهنكتب طبعا اي اكسبت، وهنقول اه ان احنا عايزين نستقبل ايميلات من جوميا بأحدث العروض والأوفرز. طيب فأنا دلوقتي مثلا هكتب اسمي هنا كده، و هكتب مثلا الايميل دوت، واحط بقى باسورد اي حاجة. الرقم التليفون اوبشنال، عايزين تحطوه حطوه، مش عايزين تحطوه ما تحطوهوش. طبعا انا بعمل الاكونت دوت بس عشان اوريكم ازاي بنعمل اكونت، ف يعني مش هحط تفاصيل، انما انا اصلا عندي اوريدي اكونت. فهيطلع لنا ديت، هو عايز صورة الكروس هوك عشان نتأكد ان احنا مش روبوت، بتاع دي انا بكرهها جدا. طيب دلوقتي دوت كده الاكونت اوفر فيو. هنا بنحط العنوان بتاعنا، هنا لو عايزين نغير الباسورد بتاعنا بنظبط طبعا العنوان. العنوان مهم جدا عشان الاوردرات توصل لنا عليه. طيب بعد كده بقى هندوس على الهوم بتاع جوميا ونبدأ التسوق بتاعنا عادي جدا. الاكونت دوت بالانجليزي، لو عايزين عربي هندوس عربي من هنا. فديت حاجة ترجع لكم، ادي مثلا هنا كده العربي. طيب دلوقتي بقى انا هروح للاكونت بتاعي الاصلي عشان اوريكم انا بعمل ايه اما اجي اشتري من على جوميا. طيب ده الاكونت الحقيقي بتاعي دلوقتي انا فاتحاه معاكم. هنا هنلاقي فوق الشوبينج كارت او عربات التسوق، ديت فيها الحاجات اللي احنا عجبتنا وبنضيفها. مثلا هنا حاطه الكريم دوت، هو نزل عليه خصم من 18 جنيه ل 13 جنيه. طيب تعالوا مثلا نتفرج، ندوس على جوميا ديت تاني عشان نرجع للهوم بيج او الصفحه الرئيسيه. احنا دلوقتي في جوميا هوم بيج زي ما انتم شايفين كده في الاكونت بتاعي، دي كل الاقسام بتاعه جوميا. هنا البحث عن منتجات او عايزين براند معينه بتكتبوها هنا. طيب مثلا دلوقتي انا هختار الصحه والجمال، وهختار العنايه بالبشره. هنا فوق هتلاقوا طبعا عدد الصفحات، في منتجات كتيره جدا. هنا السعر تقدروا ان انتوا تفلتروا السعر على حسب السعر اللي انتوا عايزينه بالظبط. يعني مثلا ممكن نكتب من زيرو مثلا ل 100 جنيه مثلا، بس احنا عايزين منتجات تظهر لنا ب 100 جنيه بس. الترتيب دوت انتوا تقدروا تختاروه على حسب الاكثر شعبيه، المنتجات المضافه حديثا او الاقل سعر او الافضل تقييم او الاعلى سعر. فانا مثلا هختار الاقل سعر، مش تظهر لي ارخص الحاجات فوق. هنا انتوا عايزين حاجات للوجه والقدمين، الاظافر، الجسم، وهكذا. لو في ماركه معينه انتوا بتدوروا عليها بتختاروها من هنا. حاجات ديت النوع، لو انتوا بالذات مثلا بتشتروا هدوم فبيظهر لكم الهدوم ديت ذكر ولا انثى ولا اطفال ولا ايه، فتقدروا تختاروا. دي السعر تاني متكرره هنا، يتم شحنها من منتجات على جوميا. ممكن تتشحن بتبقى مشحونه من مصر او جوميا جلوبال، يعني بتبقى مشحونه من برا مصر، بس المنتجات اللي عليها جوميا جلوبال بيضاف عليها مصاريف اضافيه 99 جنيه. لكن في ايام معينه او بتبقى عروض كده حصريه، يجي يقولك اليوم دوت اي منتجات جوميا جلوبال هتتشحن ببلاش. فده طبعا بيوصل لكم على الايميل، لو انتم متابعين الايميلات اللي بتجيلكم من جوميا اول باول تقدروا انتم تستغلوا العرض جدا. فانا هختار دلوقتي يتم شحنها من مصر. طبعا الصفحه بتعمل ريفرش عشان يطبق الفلتر ده. بعد كده هتلاقوا هنا تقييم البائع لو انتوا عايزين تقييم معين. وبعد كده انا بحب قوي اختار في الحته بتاعه التخفيضات ديت ان يكون عليها خصم 10% واكتر. هتلاقوا بقى عندكم منتجات زهره من اول 5 جنيه. فمثلا نفترض ان المنتج بتاع جونسون دوت عجبني وانا عايزه اشتريه، فهدوس عليه. دي البيانات بتاعه المنتج، ولو المنتج دوت ليه اكتر من صوره الصور بتاعته موجوده تحت هنا تقدروا تقلبوا فيها. بصوا هنا هتلاقوا حته حاجه حلوه قوي، الماركه جونسون. انتوا لو دوستوا على كلمه جونسون ديت، افتحها في نيو تاب، هيجيب لكم كل المنتجات اللي تبع ماركه جونسون اللي بتتباع على جوميا، تقدروا تتفرجوا عليها. حاجه كمان حلوه ان لو انتوا هنا بيكتب لكم بيانات البائع، ديت جونسون اند جونسون ماركت بليس، تقدروا تدوسوا على دي كده وتشوفوا كل المنتجات اللي البائع دوت بيبيعها. فهو بيبيع كل الحاجات ديت، لو انتوا عايزين
تاخدوا فكرة. يعني مثلا لو شنط، انا بحب اوي اخش عند نفس البائع لانه بيبقى منزل تشكيلة شنط كتيرة حلوة، انا بحب الشنط جدا. فهنا نقدر ان احنا ندوس على القلب دوت لو احنا مش عايزين نشتريها دلوقتي بس عايزين نحطها في المنتجات المحفوظة. هندوس كده على القلب، اهو اتضافت في الفيفوريتس. بصوا هنا كده ندوس المنتجات المحفوظة، هيفتح لنا المنتجات اللي احنا حافظينها اللي كانت عجبانا. طبعا شنط 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 شنط، انا بحب الشنط. طيب بعد كده بقى هندوس هنا اضافة لسلة التسوق، هنقول عرض سلة التسوق واتمام الشراء. اتضافت عندنا اهي في الشوبينج كارت او عربة التسوق. دي طريقة نقدر نفتح بيها عربة التسوق او نقدر نفتح عربة التسوق من هنا. كاتب لي هون فيها 4 حاجات. فنفترض دلوقتي ان احنا هنشتري الحاجات ديت، مكتوب لي المبلغ الكلي 102 جنيه، وهنا مكتوب عدد القطع. مثلا لو انا عايزه اشتري من ديت 2 3 4 لحد 10، وهنا نقدر نعمل حذف من الشوبينج كارت لو عايزين نشيل الحاجه ديت. طيب هنا طبعا كتب لنا السعر 102 جنيه، بس لسه ما اضافش مصاريف الشحن لسه. طيب هنا بيتكتب العنوان، نقدر ان احنا نغيره لو احنا مثلا غيرنا العنوان بتاعنا، او لو انتوا اصلا مش حاطين العنوان طبعا لازم تضيفوه. هنا بصوا بيقول لنا ايه بقى، تسليم لباب المنزل هيوصل من يوم الاربع ليوم الثلاث من 20 ل 26 نوفمبر، وهياخد 24 جنيه ديت مصاريف الشحن. هدي كأنها الفاتورة بتاعتنا ودي المنتجات اهي. جوميا بقى عاملة حاجة حلوة جدا، ان هم عاملين محطات لاستلام الطلب. محطة الاستلام الطلب ديت يعني الطلب بتاعك بيوصل لأقرب مكان للعنوان يعني بتاعك حسب المحطات بتاعتهم، وساعتها انت بتروح تستلم الاوردر بتاعك وتستلمه من غير مصاريف شحن. فدي حاجة انا بحبها جدا، لان احنا محطة استلام الطلب بتاعتنا قريبة وماشية من جنبنا. فلما ندوس محطة استلام الطلب هندوس اهو اختر اقرب مركز استلام متمتع بشحن مجاني. طبعا هنفتح دي كده، هيظهر لنا هنا قايمة فيها محطات الطلب القريبة مننا، واحنا هنختار منها وهنختار محطة الطلب بتاعتنا. طبعا انا بختار اقرب محطة طلب ليا. وبعد كده بعد ما اخترناها هندوس الحفظ والاستمرار. لكن عشان كمان تعملوا شحن مجاني لاقرب محطة طلب لازم تكونوا دافعين مسبقا. هنختار بقى طريقة الدفع، فيزا ولا فوري. بعد كده اخترنا خلاص فوري، هندوس لو معانا قسيمة شراء هندخلها هنا. قسيمة شراء ديت يعني برومو كود بتدخلوه هنا، وبعدين تدوسوا تأكيد الطلب وتأكدوا بيانات الفيزا بتاعتكم. لو انتوا عايزين مش عايزين تدفعوا اونلاين وعايزين تدفعوا عند الاستلام، يبقى ساعتها لازم تدفعوا مصاريف شحن او تختاروا منتجات عليها الشحن مجاني. كده بقى نقدر ان احنا نطلب الاوردر بتاعنا بكل سهولة من جوميا. اتمنى يكون الفيديو دوت عجبكم. ولحد هنا كده خلص الفيديو بتاعنا، اتمنى يكون الفيديو دوت ساعدكم فعلا وتكونوا استفدتوا. طبعا جوميا عندهم ابلكيشن، ما تنسوش تحملوا الابلكيشن. الابلكيشن جميل وسهل قوي في استخدامه. استنوني في الفيديو اللي جاي عشان حابة ان انا اوريكو الاوردر بتاعي طلبت ايه والمنتجات شبه فعلا الصور ولا لا. وبس كده، وتابعونا على انستجرام وعلى فيسبوك، هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت في الديسكريبشن بوكس. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس وتدوا الفيديو دوت لايك لو عجبكم عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير، باي باي.